الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 30 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه علامة، وهذه العلامة تسمى خاتم النبوة. بين كتفيه أي من جهة ظهره فيما يواجه القلب، يعني كأنها خلف القلب من جهة الظهر صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة تسمى الخاتم. وهل هو ولد بها أم ظهرت فيه بعد النبوة؟ غير معلوم، مذاهب لكنها غير معلوم، لكن هي بعد النبوة ظهرت، الناس وصفوه، لكن هل هو كان مولودا بها فلم توصف إلا بعد نبوته أم لا؟ بعض العلماء قالوا هي بعد حادث شق الصدر الذي كان قبل البعثة مباشرة، شق صدره وهو طفل صغير، وشق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وشق صدره بعد قبل البعثة مباشرة، وشق صدره قبل الإسراء والمعراج، 4 مرات شق صدره. فبعض العلماء رجح، مجرد ترجيح لكن الله أعلم، أنها كانت قبل في شق الصدر الأخير الذي كان قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها كانت في مكان مخفي في جسده. ويقال أن سائر الأنبياء كان خاتم النبوة في ظهر كفهم الأيمن، في ظهر الكف الأيمن كان عندهم خاتم للنبوة. أما نبينا فلظهور آياته لم يحتاج أن يكون الخاتم في مكان ظاهر، لأنه أظهر من أن يظهره بخاتم ظاهر، فجعله في هذا المكان المخفي. ويبدو أنه مذكور في الكتب القديمة، خاتم النبوة بين كتفيه، لأن سلمان الفارسي الذي اطلع على الكتب السابقة لما وجد في نبينا علامات نبوته، وهو أنه يقبل الصدقة، يقبل الهدية ولا يأكل من الصدقة، وأن مهجره هي مدينة يثرب التي ظل فيها ينتظره، بقي عنده علامة واحدة كان يقرأها ويعلمها، وهو أن يرى الخاتم، فوقف على بجوار ظهر النبي ليرى الخاتم، والنبي علم ذلك فرفع عباءته ليريه الخاتم، فلما رأى الخاتم انكب على قدميه يقبلهما وأسلم. وهذا مذكور في قصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي. فيبدو أن ذكر الخاتم هذا مذكور في صفته في الكتب القديمة، وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ووصف الخاتم أوصاف كثيرة، كل وصفه على حسب ما لاحظه. بعضهم وصفه أنه كبيضة الحمامة، يعني جزء مرتفع ناشز من الجسد الشريف، كحلمة ثدي المرأة، كما أن حلمة ثدي المرأة ناشزة عن ثدي المرأة يعني بارزة، كذلك كان خاتم النبوة ناشز يعني بارز عن جسده الشريف، وأنه في حجم بيضة الحمامة، أو قالوا ذر الحجلة، يعني زرار، عارف أنت الزرار الحجلة دي زي قبة يعملوا لها أزرار كده يربطوها بيه، فبعضهم وصفها بزر الحجلة، وقيل أن الحجلة هي نوع من الطيور وزرها هو بيضها، فكل وصفه على حسب ما كان، يعني على حسب البيئة التي عاش فيها. وأن هذه البضعة الناشزة يعني اللحمة الناشزة كانت حولها ثأليل، يعني ارتفاعات صغيرة حولها ثأليل،
وأنها كان يخرج منها شعرات وتفوح برائحة أطيب من المسك. آدي خاتم النبوة المذكور في الأحاديث المختلفة في كتب السنة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 31 بعد 206,000، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مريض فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، وقيل زر الحجلة يعني بيض الحجلة وهو طائر، وقيل الحجلة هي قبة كان يعرفها العرب وأن لها أزرار كانت تزرر بها، فالبعض فسرها بالحجلة بمعنى القبة، والبعض فسرها بالحجلة بمعنى طائر يشبه الحمام، وأن الزر هو البيضة. واللي شباب القبة قال زرار، عارف انت الزرار، الزرار اللي تعمل بيه كده، او دي القبة دي كان ليها زرار، فالبعض فسرها بهذا المعنى والبعض الاخر بمعنى الاخر. وعن ابي قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الاحول حاء قال وحدثني حامل بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الراوي اللي هو عاصم بيقول لعبد الله بن سرج هل استغفر لك النبي يعني بعدما أكلت معه يعني دعا لك، أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك يعني وليك كمان، يعني يقصد للأمة كلها يعني. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه، كون الصحابة يقولوا كده يبقى دليل أن اليهود شاعوا بين العرب أن النبي الخاتم بين كتفيه علام، فكانت ثقافة شائعة، فكانوا كل واحد بقى ما يسلم يروح بقى يبص يشوف في الخاتم زي ما كان أي لهم علماء اليهود قبل كده، يبقى كانت صارت ثقافة شائعة عندهم. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، يعني إيه كأنه خلف القلب، يعني القلب أيسر، عارف ناغض الكتف يعني الجزء الإيه، عارف عظمة لوح الكتف دي عظمة مرتفعة كده مش كده، برضو أدي الناغض يبقى الجزء المرتفع من عظمة الكتف جهة إيه الجهة اليسرى خلف القلب على طول، عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا، جمعا يعني ايه زي كف مجموع كده على ايد صبي، يعني لانه كان صغير على ايد صبي، عارف انت لما ايد صبي يجمعها كده ويطبقها ايه هو كده يفسرها، قال لك جمعا يعني كالكف المجموعه يعني المجموعه اصابع، جمعا عليه خيلان، والخيلان جمع خال وهي الشامه، كأمثال الثآليل، والثآليل جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد، يعني حواليه كده حبيبات صغيرة تعلو الجسد.
باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق يعني الأبيض الذي لا حمرة في بياضه يسموه أبيض أمهق. النبي ما كانش كده، كان أبيض مشرب بحمر. أما الأبيض الأمهق وهو البياض الذي لا حمرة فيه وهذا يعاب، لكن البياض المشرب بحمرة ده جميل. وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالأسمر، يعني اللي هي السمرة، يعني اللي كأنه لون التراب كده. الآدم أديم الأرض، جاي من أديم الأرض. ولا بالجعد القطط، ولا هو شعره، يعني جعد قطط يعني ايه؟ جعد مكتكت بلغة المسلم، قطط مكتكت يعني مش كانش خشن، يعني شعره ما كانش خشن. ولا بالصبت ولا بالصبت اللي هو الناعم الذي ليس فيه تمويد، ناعم خالص يسموه الصبت. سيدنا عيسى بن مريم صبت الشعر. ولا بالصبت بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. على عادة العرب بتخصم الكسور، وأقل من 5 يخصمه. في ناس بالعرب كده أقل من 5 يخصمه، هي 13 سنة قال لك 10، كأنه خصم إيه؟ سنة المبعث وسنة الهجرة، ما حسبهمش، واخد بالك؟ وراح خاصم لك الكسور فقال لك 10 سنين، فما فيش تناقض. دي عادة العرب كده بتقرب الحكاية، لكن التحديد هو 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، لو عايز التحديد بالظبط. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، يا إما خصم ال3 سنين اللي فيها إيه؟ اللي فيها الدعوة كانت سرية. تحتمل. فهمت؟ لأنه هو لم يسمع عن الدعوة إلا بعد 3 سنين الدعوة السرية. كل ده يحتمل. مش يجي بقى واحد يقول لك إيه ده؟ أحاديث باطلة. يقولوا 10 سنين وفي السيرة يقول لك 13 وفي مش عارف يقول لك إيه ده؟ في ناس بتفهم بطريقة غبية. فإياك إياك من هذه الغباوة. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة. برضو على عادتهم ايه؟ من حذف الكسور، هو 63 يبقى على عادته من حذف الكسور. وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر، والأزهر والأبيض المشرب بحمر، كان أزهر اللون يعني أبيض مشربا بحمر. باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. وعن أبي قال حدثنا أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. ما هو قايل هناك 60، أنس نفسه وقال لنا 63، يبقى هنا قال تقريبا وهنا قال تحديدا. فهم؟ احيانا الانسان يقول حاجه بالتقريب واحيانا يقولها بالتحديد حسب ما يتذكر، خصوصا سيدنا انس عاش لما سنه يعني قارب 100 او جاوز 100، فربما روى الحديث وسنه كبير في السن فقال تقريبا، لان الانسان كلما كبر في السن قلت ذاكرته، وربما قال 63 لما كان صغير في السن وكان اكثر ضبطا فحدد، ولما كبر ابتدى ينسى شويه ويقل ضبطه بحكم كبر السن فقرب الامر. فهم؟ فتحتمل كده وتحتمل كده، سهل، لان ده يحدث في فيما يعني. انت لو سالوك مثلا انت اتخرجت كان عندك كم سنه؟ مره تقول مثلا 22،
ومرة تقول 23 ومرة تقول 22 واربع شهور. يبقى على حسب بقى انت مرة بتقرب خصمت الشهور، مرة جبرت الشهور خليتها سنة، كل على حسب بقى ايه ما كل واحد يبتدي يتكلم، لان الناس طبيعتها هكذا في الكلام، طبيعة الناس في الكلام هكذا. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وابو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63، وقيل ايضا سيدتنا عائشة ماتت وهي بنت 63، وقيل ايضا سيدنا الحسين قتل واستشهد في كربلاء وهو ابن 63، اما سيدنا الحسن فمات ابن 48 مسموما شهيدا ايضا. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب. وسيدنا علي بن أبي طالب أيضا مات ابن 63، استشهد سيدنا علي بن أبي طالب ابن 63 أيضا. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يحيى بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلنا على التقريب أو على خصم الدعوة السرية، يعني كم أقام بمكة يدعو الناس جهرا. قال له 10، يبقى كده كلام سليم، كل ده يحتمل. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. يبقى بيصلح له ابن عباس أوثق، عروة صغير. قال له بس أنا سمعت ابن عباس بيقول 13. قال له خلاص يبقى 13 هو أصدق. فهمت بقى؟ تحتمل كده وتحتمل كده، وعشان كده زيادة الثقة مقبولة لأنه أكثر ضبطا. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 14. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. فغفره قال إيه؟ غفر الله لابن عباس، الظاهر أخطأ بقى ولا حاجة ولا نسي. فهمت إزاي؟ فغفره يعني قال غفر الله له، يعني من باب أنه نسي يعني. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. معلوم أن النبي ولد عام الفيل في ربيع الأول، عام الفيل في ربيع الأول يوم الاثنين، قيل يوم الاثنين 2 ربيع، وقيل 4 ربيع، وقيل 10 ربيع، وقيل 12 ربيع يوم الاثنين. وتوفي قولا واحدا في ربيع الاول في العام العاشر من الهجرة يوم الاثنين 12 ربيع تحديدا بقى الوفاة. فكونه توفي 12 ربيع ده يرجح انه ايضا ولد 12 ربيع، وعشان كده الناس يحتفلوا بالمولد، فالاحتفال بالمولد 12 ربيع ونفسه الاحتفال بالوفاء ايضا صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان الجعفي قال حدثنا سلام ابو الاحوص عن ابي اسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سنين النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 ومات أبو بكر وابن 63. فازاي بقى يعني أكثر سنا أكبر سنا؟ يعني كأن سيدنا أبو بكر كان أصغر من النبي بثلاث سنين، لأنه إيه كانت خلافته 2 وعدة شهور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل عمر وابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، ومات أبو بكر وابن 63، وقتل عمر وابن 63. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. يبقى قال لهم الحديث ده وكان إيه معاوية عنده 63، قال يعني بيقول لهم يمكن أموت أنا، وهو ما ماتش، عاش بعد كده عدى 80. وعن أبي قال وحدثني ابن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. يعني قال له بقى أنت ما تعرفش الحكاية دي، معقول؟ ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قال قلت نعم. قال أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة. 15 يبقى حسب إيه؟ قرب 3 لـ5 اللي هو أنصاف العقود، يعني يقربه إلى أنصاف العقود. العقد 10 ونصفه 5، فهمت ازاي؟ فلما يزيد عن 2.5 يبقى 3، 3.5، 4، 4.5 يخليها من اول 2، ما زاد عن 2.5 يقربها الى نصف العقد، يقول لك 65، فهمت ازاي؟ على طريقة الناس عموما، حتى بعض التجار يعمل كده في الاسعار الحاجات، يقربها لك بالطريقة دي الى انصاف العقود، والبعض الى العقد نفسه بالعشرات، فهمت ازاي؟ فده على التقريب يعني. قال أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، و10 من مهاجره إلى المدينة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد ابن زريع. وعن أبي قال وحدثني نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، على سبيل إيه؟ التقريب لأنصاف العقود. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن خالد بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.